مساء الورد مشاهدين، احنا لاول مره معنا الدكتور والاعلامي والصحفي الاستاذ حسين عبد الرحمن في مطبخ اسراره حاليا متواجدين، ولاول مره راح نتحاور معه وراح نعرف اهم ثلاث محطات في حياتك استاذ حسين. شوف، محطات حياتي انا محطات كثيره جدا، ربما انا صناعه الفقر، وبالتالي الفقر هو اللي صنعني، لم اكن غنيا، فبالتالي هذه اول محطه في حياتي يعني. ثم عندما تذهب تدرس برا، ما كان عندي أنا أقدر أدرس برا، فبالتالي لا، كنت أنا مبعوث على نفقة الله يرحمه الشيخ جابر الأحمد، فبالتالي هذه الدفعة اللي أعطتني هاي المحطة الثانية اللي أنا بديت فيها مرحلة حياتي التعليمية والدراسية. وأنا أعتقد أني استفدت كوني إنسان متواضع إمكانياتي المادية في أني كيف أطور ذاتي وكيف أطور نفسي. الكويت خليك تطور نفسك، هذه محطة ثانية. ثم محطة اللي هي كانت محطة الغزو، وهي محطة جدا مؤلمة وما زلت متأثر فيها. وإذا نبي نتكلم عن أهم ثلاث محطات أفرحتك بحياتك. أوكي، خشي. طبعا أنا أفرحني حياتي إن عندي ثلاث أولاد، يعني في حياتي علي ومحمد وعبد الله، يعني هذول هم. طبعا علي المذيع. المذيع اللي هو اللي احنا ما كنا مقابلين انه يصير مذيع. ليش؟ انا وامه 8 شهور ما كنا نحاكي، ما أنا هو بانكر وجات له عروض من البنوك، فقلنا له شلون تروح تبي تصير مذيع؟ يعني لكن قال لي عباره، بابا انت مشهور، ليش ما تبين تصير انا مشهور؟ قلت له اوكي، هاي فرصتك يعني، جو هيد. فبالتالي يعني الحمد لله، يعني أسرة إعلامية، كل جلساتنا النقاش إعلامي وسياسي، يعني حتى بالبيت على الغداء كله يعني يتكلم سياسة. الحمد لله، شوف دائما أنا أفتخر في عيالي كلهم، وأفتخر في علي، وأفتخر في زوجتي بدرية متروك، هذول هم صنعوني، هذول التيجان الروس علي أنا بالنسبة. وبالتالي أنا قاعد أقول لك أنا ما زلت مصر على كلمة واحدة، أن أنا صنعت نفسي. لو بنقول أهم ثلاث دروس تعلمتها في حياتك، أي ممكن ان احنا نستفيد منها مثل ما عيالك استفادوا منها؟ شوف، الدرس الاولاني، الدرس الاولاني ان لا تتحسف اذا ضاعت منك الفرصه. تعلمنا من منصور ايضا اللي معانا اليوم، تعلمنا منه شلون تاقلم معانا. هذا لازم يكون بالغابات عايش، يكون بين الاشجار، لما يكون بين الغنفات ويطلع على تكيف. فالانسان ان يتكيف مع البيئه الموجود فيها. إذا بنتطرق حق الدكتور حسين، من يتابع؟ من الأقلام الثلاثة اللي يشدونه يتابعهم دائما؟ شوف، يعني أنا دائما أتابع قنوات الفضائية، أتابع CNN، يعني مش لأن تعطيني الأخبار أول بأول، وأنا أقرأ لكل الكتاب، يعني ما عندي كاتب معين، أنا أقرأ لكل واحد، ها، لأن أنا ربما يوميا أقعد 3 ساعات أقرأ. بالنسبة للأفلام، إذا كنت مشاهد الأفلام، ها خوش، تذكرت أفلام. أهم 3 أفلام تابعتهم في حياتك. شوف، ربما قد فيلم بس يا بحر، الله، أنا ربما قد ساهمت فيه، كان بس يا بحر صوروا عند بيتنا القديم بشرق، وبالتالي كنت أنا شفت شلون الحين، شوف التكنولوجيا هاي موجودة، كان معاناة. خالد الصديق هو يعني تكرمون كان جاي بالحمار وكذا، وبالتالي شلون حاط السماعة وحاط المسجلة، ما كان في كل هالوقت. فبس يا بحر هذا الفيلم اللي أنا شفته، وفيلم اسمه الصديقان كان مع بعض، فيلم هندي كنت أنا متأثر فيه وايد، ها، والحوالي كانوا يبكون بالتالي كان بعدها ما شفت ولا فيلم. ودي أعرف أهم 3 زملاء تعلمت منهم في مشوارك الصحفي. شوف، أنا لابد أني أذكر الأستاذ روف شحوري اللي لبناني، الذي تعلمت منه أصول الصحافة وقيم الصحافة، ودكتور بيج، بروفيسور بيج اللي في ساتن في أمريكا، اللي هو يعني تعلمت منه شلون في عملية الإعلام واستفدت منه. وأنا ممنون لكل الإخوان اللي يعني اشتغلت معاهم في القبس وتعاملت معاهم وتعلمت منهم. دام استرغنا حق الإعلاميين، رأيك في الإعلامي علي حسين؟ يعني لو أنت تشوفه اليوم على شاشة تنتقده ساعات، يعجبك أسلوبه؟ شو اللي يعجبك فيه وشو اللي ما يعجبك فيه؟ أشوف، أنا يعجبني فيه تحضيره، يعني تحضيره غير نظام الأكل عندنا بالبيت، يعني هو يوم الخميس يبدأ يحضر، نعم، يوم السبت كان مفروض يعني يزورنا الأحفاد، يجون عندنا ويقعد يانا، كان مفروض ساعة واحدة، بدأ الآن لما صار يحضر البرنامج الساعة 5،
خمسة وستة يعني إحنا أنا أمي أقول حط الغداء خلاص لساعة خمسة فهذا إنك أنت تعمل الهوم ويرك مالك في الإعلام. إذا أنت سويت الهوم ويرك فأنت تكون مبدع. نبي نعرف ثلاث شغلات زعلتك في علي. إيش اللي زعلك من علي وبصراحة؟ سؤال حلو يعني حقيقة. أنا أقول لك سؤال جدا جميل. شوف علي زعلني إنه دخل الإعلام، هذا واحد. زعلني بعض الأوقات في استضافة الأشخاص. إنه يعني أنت لما تستضيف واحد تستضيفه وزعلني في الشغلة الثالثة عدم تواصله مع الناس. دام ذكرنا دكتور أهم ثلاث شغلات تزعلك من علي، نبي نعرف أهم ثلاث شغلات تعجبك في علي. تعجبني في مقابلاته أنه هو طور نفسه، هو قدر يطور نفسه وتحدى نفسه وتحدانا، يعني وبالتالي هو انتصر علينا. يعني إرادة علي في أنه يطلع محاور ناجح، وهو انتصر علينا، وأنا أعتبره بالنسبة وراضاكم وراضانا، ويعني صرنا شوية يعني مرتاحين منه، وهذا شيء جيد. زوجتك الأستاذة بدرية المتروك نبي نعرف أثرها في حياتك، وإحنا نتحدث عن اليوم المرأة العالمي. أنا أفتخر فيها، أفتخر في والدتي الله يحفظها إن شاء الله يطول عمرها أبوس راسها، وأيضا بدور أبوس راسها، يعني حقيقة وقفت معي، وقفت معي وتحملتني أيام. يعني تدري لما كنت صحفي يعني يكفي أن أنا الوحيد اللي غطيت اختطاف الجابرية، يعني أنا الوحيد اللي كنت نايم 15 يوم على الأرض في مطار حواري بومدين في الجزائر، لم يكن هناك صحفي كويتي، أنا كنت فقط أمثل قبل، كنت أنا الوحيد اللي أغطي للكويت. لو تروح الصحفي الكويتي ما تلقى أحد، أنا مقعد. تحملتني يعني هالقربة وهذا، وروح هناك أكون موجود. فبدرية يعطيها الصحة والعافية، ربت لي هالأولاد، وأنا كنت أغيب وايد يعني وسافر وايد بالظروف، شغل ظروف الجريدة يعني كنت أغيب وايد، لكن كان أيضا في غربتي لما كنا في أمريكا ندرس كانت يعني فضلت أن تهتم في رعايتنا عشان أخلص الدراسة مالتي، وهي كانت موجودة، وبالتالي يعني نبوس على رأسها، وأنا أفتخر بالمرأة مع أن في إحنا في يوم العالمي للمرأة، يعني المرأة هي الأساس. أنا أقول بالكويت أن المرأة هي الأساس. إذا بنقول أهم ثلاث أشخاص تركوا أثر في حياتك، من هو الأشخاص هذول وشنو الأثر اللي ممكن يكون قد تركوه في حياتك؟ شوف أنا أبوي ترك أثر كثير في حياتي، يعني تعب علي. وأنا أذكر لما يعني كنت أرجع المدرسة كان هو ينطرني ياخذني ويبني، نقل لي تجربة الأبوة، وبالتالي أنا أتعامل مع أولادي بهالطريقة. عندي عمي علي المتروك أيضا يعني حقيقة كان رائع جدا في استفدت منه كثير، وأيضا يعني تعلمت يعني من زوجتي أن الصبر هو رأس مال الإنسان وليس المال. نعم. إذا الحين نطلع من هذا المود ونروح حق مود ثاني، دكتور تسمع حق أحد يطربك؟ منو ثلاث مطربين ممكن يعني إذا سمعت لهم تستانس تفرح يعني يطربونك؟ أقول لك شيء؟ إيه؟ أنا ما أسمع أغاني أبداً؟ أبداً. أوه إيه، أنا ما أسمع أغاني، أنا لأن هذا اللي موجود ليس غناء. إيه؟ احترامي الحالي ولا السابق؟ الحالي. الحالي إيه؟ أنا ما نبي نعرف السابق، منو كان يطربك في أيام شبابك؟ أنا أم كلثوم كانت. الله. أم كلثوم كانت يعني أعتبرها كم، وكان عبد الكريم عبد القادر. شوف لما تسمع كلامكم ينقلك. دكتور في ختام فقرتنا معاك في كلمة راس، ودنا نعرف ثلاث أمنيات تتمناها لمشاهدين برنامج ليالي الكويت. أنا أتمنى استقرار الكويت أول أمنية، وأتمنى أن 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 نعيش بسلام، أتمنى أن كلنا نكون متحابين في البلد. الله يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك.